يبدأ فرع المؤسسة العامة للتجارة والتخزين وتصنيع الحبوب في اللاذقية استلام محصول القمح من المزارعين وسط إجراءات ميسرة في مركزي قبو العوامية ومطحنة الساحل في المنطقة الصناعية. يعني كمحافظة اللاذقية بدأنا التسويق بإقبال كبير، يعني الكميات المسوقة حتى تاريخه تطلع حوالي 5 أضعاف الكميات السنة الماضية، وهذا الشيء مبشر إن شاء الله السنة يكون الرقم كتير كويس. مثل ما أنك شايفة بتبلش الحكاية من دخلة الفلاح للمركز بسحب العينة، بيحدد خبير الشراء الدرجات، بيشوف المادة إذا مقبولة ولا ما أنا مقبولة، وإذا قبلها بيخليها تفوت على التفريغ، وبيدخل العينة السرية على الغرفة السرية، بيتم تحليلها وبعت الإرسال القوائم على المصارف. الفلاح بيسلم المادة وبياخد كرت القبان وبيروح، ما عاد له شغل بالمركز. نحن بنخلص شغلنا من شطب له شغله بالقوائم الشراء بنبعتهم على المصرف بالذمه، يعني ما في تعاطي ابدا مع الاخوه الفلاحين بالمصاري، وهذا الشيء مريحهم للاخوه للفلاحين ونحن مريحنا كمان. عمليه تسويق القمح بتتم عبر الاخوه الفلاحين، بيجيبوا اذا كانت الكميه قليله اقل من طن او طنين ممكن يجيبها الفلاح على المركز لحاله، واذا كانت كميات كبيره المؤسسة الحبوب عم تبعت سيارات، اذا كان في 10 طونات مجمعات بقرية أو جماني عند رئيس جمعية فلاحي. عمليات متكاملة من استلام وفحص وتفريغ لأقماح المزارعين. نحن بموسم الشراء بيجينا المزارع على الباب الرئيسي جايب معه هويته وصورة هوية، بيدخل عند رئيس المركز بنعطي ورقة للخبير الشاري اللي هو اللي بيحدد العين الأولية أو بطاقة العين الأولية اسمها. بياخذ العينه بيدخلها على الغرفه السريه، بيقسموها لقسمين، قسم بيكون فيها اسم المزارع، القسم الثاني رقم سري. بالقسم الثاني اللي فيه الرقم السري بيروح على المخبر مشان ما يعرف اسم المزارع اللي هو عم يحلل له العينه. آلية العمل هي ببساطه بناخذ عينه اوليه، العينه الاوليه هي عباره عن قلم ضرب من كل كيس، بالنهايه بنحصل على عينه حوالي كيلو ونص لكيلتين تمثل واقع عينه القمح بالكامل، وهي بتحدد اذا مقبوله او مرفوضه، وبناء عليه بيتم ادخالها او رفض العينه او تحويلها الى اعلاف حسب مواصفات الطحنه. آلية التسليم كثير ممتازه، ما حدا عم يشكي منها نهائيا. ما في مشكله اليوم بالتسويق غير انه مثلا المزارع اللي بده ينقل القمح ما عنده مثلا ما حدا بده يعطيه مازوت ليجي مثلا من منطقه القطيلبيه لهون اجار السياره 150 ألف. عمليات التسليم والشراء تتم ببداية مبشرة بموسم وفير كما ونوعا مقارنة بالسنوات الماضية.